إذا مت بعد 4 أو 5 سنوات ستتوقف الساعة ثم ستعمل، لكن إذا مت قبل ذلك لا أعرف ماذا سيحدث. نابليون بونابرت. هذه هي القائمة الكاملة للمحاولات الموثقة لاغتيال نابليون بونابرت. المحاولة الأولى في اليوم 19 من شهر نوفمبر 1799، قام نابليون بونابرت بانقلاب سياسي أطاح بحكومة المديرين وأوجد بدلاً منها حكومة القناصل، وفيها سيكون نابليون القنصل الأول. وفي هذا اليوم كان نابليون حاضراً في مجلس 500 في قصر بوربون في باريس، وهو الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان الفرنسي آنذاك، بعد مجلس الحكماء الذي كان هو الغرفة التشريعية العليا للبرلمان الفرنسي آنذاك. وهجم عليه 20 قاتلاً وهم يستهدفون طعنه في صدره، ولم يكن نابليون يحمل سلاحاً، ولكن رجاله أسرعوا لنجدته، وأحد رجاله الشجعان تلقى تلك الطعنة بدلاً منه، وبالتالي نجا نابليون من هذه المحاولة الفاشلة. وبموجب دستور السنة 8 الفرنسي، الذي دخل حيز النفاذ في 22 من ديسمبر 1799، قام نابليون بصفته القنصل الأول بحل مجلس 500 في 26 من ديسمبر 1799، وحلت محله السلطة التشريعية، وذلك وفقاً للدستور الجديد الذي أعطى صلاحيات واسعة جداً لنابليون بونابرت. المحاولة الثانية. بعد أن أصبح نابليون القنصل الأول في فرنسا، حاول المتآمرون قتله أكثر من مرة عن طريق دس السم له في طعامه وشرابه، ولكن وزير الداخلية الفرنسية آنذاك جوزيف فوشيه اكتشف تلك المحاولات قبل تنفيذها عن طريق شبكة جواسيسه الواسعة، وبالتالي نجا نابليون من محاولات تسميمه هناك. المحاولة الثالثة. في منتصف عام 1800 خطط المتآمرون لمهاجمة حراس قصر مالميزون واختطاف نابليون بالقوة للإطاحة به من حكم فرنسا. كان لديهم زي موحد مطابق لزي المستشارين الذين كانوا ليلا ونهارا متواجدين مع القنصل الأول في القصر، وكان لديهم رجالهم الذين يعملون بين موظفي القصر. ومع ذلك تخلى المتآمرون عن تنفيذ هذا المخطط لأنه محفوف بالمخاطر للغاية، وخططوا لتكليف واحد منهم بالتنكر في زي حراس نابليون وقتله أثناء تجوله بمفرده في أحد ممرات حديقة قصر مالميزون العميقة، ولكن فشلت هذه الخطة بسبب أن حراس نابليون أغلقوا مدخل هذا الممر ببوابة حديدية، لأنهم كانوا يخشون من تعرضه لمثل هذه المحاولة عندما يتجول في الحديقة بمفرده. ولذا خطط أحد المتآمرين واسمه جوفينوت مع حوالي 20 رجلاً لمهاجمة نابليون وقتله بالقرب من قصر مالميزون. كانت الخطة تقضي بقطع الطريق إلى مالميزون بعربات وحزم من الحطب ليجبروا عربة نابليون على التوقف، ثم يطلق المتآمرون النار عليه. وكانت خطتهم البديلة هي إشعال النار في الأكواخ القريبة من قصر مالميزون لكي يهرع حراس نابليون لإخماد النيران ويترك القنصل الأول بدون حماية. ولكن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك جوزيف فوشيه اكتشف تلك المحاولات قبل تنفيذها عن طريق شبكة جواسيسه الواسعة، وقام فوشيه باعتقال جوفينوت وشركائه، لكنه لم يتمكن من انتزاع اعترافاتهم. المحاولة الرابعة. في سبتمبر 1800 تم الاتصال بالسكرتير الخاص لنابليون لويس أنطوان فوفليت دي بوريان من قبل جندي عاطل عن العمل يدعى هاريل، وقال إن أحدهم عرض عليه المشاركة في مؤامرة لاغتيال نابليون. وعلى الفور قام بوريان بإبلاغ نابليون، ولذا أمر نابليون الشرطة بتزويد هاريل بالمال في مقابل أن يتواصل مع المتآمرين للإيقاع بهم وتمكين الشرطة من القبض عليهم. وفي 10 من أكتوبر 1800، في العرض الأول للمسرحية التراجيدية الغنائية الأخوة هوراس في دار الأوبرا في باريس، وكانت موسيقى الأوبرا للموسيقار برناردو بورتا والنص للكاتب المسرحي نيكولا فرانسوا جيلر، خطط المتآمرون للاقتراب من نابليون عند حضوره ذلك العرض في أوبرا باريس وطعنه حتى الموت.
وعلى الرغم من أن جواسيس الشرطة داخل شبكة المتآمرين أعطوا الخناجر للأشخاص الأربعة الذين كانوا مكلفين باغتيال نابليون، وذلك للقبض عليهم متلبسين بالجريمة عندما يشرعون في اغتيال نابليون، ولكنهم لم يكونوا شجعانا بما يكفي لطعن نابليون أمام الجميع في أوبرا باريس، ولذا لم يذهبوا إلى الأوبرا، ولكن الشرطة قبضت عليهم وتم اتهامهم بالتآمر لقتل القنصل الأول نابليون بونابرت، وتمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات وتمت إدانتهم. وفي 30 يناير 1801 تم إعدام المدانين الأربعة بالمقصلة، وهم الرسام فرانسوا توبيو ليبرون، والنحات جوزيبي سيراكي، والبرلماني جوزيف أنطوان أرينا، ورابعهم دومينيك ديمرفيل، وهو كاتب سابق في لجنة السلامة العامة. المحاولة الخامسة: حدثت محاولة لاغتيال الأكثر شهرة ضد نابليون في باريس مساء 24 ديسمبر 1800. كان نابليون متجهاً إلى دار الأوبرا في باريس لحضور حفل موسيقي للموسيقار النمساوي جوزيف هايدن، عندما انفجرت عربة في الشارع بعد فترة وجيزة من مرور عربته. كانت الشرطة قد أبلغت نابليون بأنه سيتم القيام بمحاولة لاغتياله وحذرته من الخروج، ولكنه لم يكترث لذلك وصمم على حضور الحفل الموسيقي. قام بتنفيذ الهجوم المتآمرون التابعون لزعيم المعادين للثورة الفرنسية الجنرال جورج كادودال، والذين كانوا يتقاضون رواتب من الحكومة البريطانية. اشترى المتآمرون حصاناً وعربة خشبية من تاجر حبوب باريسي، وربطوا صندوق نبيذ كبيراً بالعربة، ووضعوا معه برميلاً ممتلئاً بالشظايا والبارود. قادوا هذه الآلة الجهنمية إلى شارع سان نيسيس على طريق نابليون إلى الأوبرا. دفع أحد المتآمرين المال إلى ماريان بيوسول البالغة من العمر 14 عاماً، والتي جلست لبيع الكعك في مكان قريب من مربط الحصان ولحراسة العربة، بينما كان القاتل المكلف بإشعال فتيل النيران بالعربة يقف على مسافة قريبة منهم. كان سائق نابليون يقود عربته بسرعة كبيرة، ولم يتوقع المتآمرون ذلك، ومع ذلك فقد استعدوا جيداً لتنفيذ خطتهم. كانت جوزفين زوجة نابليون وابنتها هورتنس دي بوهارني وشقيقة نابليون كارولين بونابرت، وكانت حاملاً في ابنها أخيل في عربة أخرى خلف عربة نابليون. وسبب تأخر عربتهم كان عبث جوزيفين بوشاحها، ولحسن الحظ كان هذا التأخير لصالحهم. وفي لحظة مرور عربة نابليون بالقرب من العربة المفخخة، أشعل القاتل فتيل النيران في الآلة، لكن مسحوق المادة المتفجرة لم يكن جيداً لأن تأثيره تأخر 3 ثوان، وانفجرت الآلة بين عربة نابليون وعربة زوجته جوزفين، ولكن لم يصب أحدهم أي أذى. قتل الانفجار الحصان وماريان الصغيرة وما يصل إلى 12 من المارة، وأصيب نحو 40 آخرين بجروح، ولحقت أضرار بالغة بعدة مباني، وانكسر زجاج عربة نابليون وعربة جوزيفين، وأصيبت الآنسة هورتنس دي بوهارنيه بجروح طفيفة في يدها. وعلى الرغم من ذلك، عندما دخل نابليون الأوبرا كان هادئاً وجلس ينظر إلى الجمهور من خلال النافذة الزجاجية في المقاعد المخصصة للقنصل الأول وأسرته وكبار رجال الدولة. وعندما لاحظ وصول وزير الداخلية فوشيه، قال ببرود شديد: الأوغاد أرادوا تفجيري، أحضر لي كتاب الخطابة. وعلى الرغم من أن وزير الشرطة فوشيه كان يعتقد أن المتآمرين المعادين للثورة الفرنسية هم من كانوا وراء الهجوم، بات نابليون مقتنعاً في البداية بأن أعداءه من منظمة اليعاقبة كانوا هم المسؤولين عن هذا الهجوم. استخدم نابليون الانفجار كذريعة لنفي 130 عضواً من منظمة اليعاقبة خارج فرنسا. في غضون ذلك، قبضت الشرطة على فرانسوا كاربون، الرجل الذي صنع القنبلة. اعترف كاربون بأسماء زملائه المتآمرين سان ريغانت وجوزيف دي لمويلان وآخرين. تم إعدام كاربون وسان ريغانت في 20 أبريل 1801. هرب لمويلان إلى أمريكا حيث أصبح كاهناً، وتوفي في تشارلستون عام 1826. المحاولة السادسة: الجنرال جورج كادودال زعيم المعادين للثورة الفرنسية الذي مولته الحكومة البريطانية، والجنرال جان تشارلز بيشيجرو جنرال الحروب الثورية الذي سبق نفيه من فرنسا، قطط للإطاحة بنابليون ووضع الملك لويس 18 وريث سلالة بوربون الملكية على العرش الفرنسي. كان هدفهما اغتيال نابليون وتمهيد الطريق لإعادة النظام الملكي لفرنسا مرة أخرى.
ولذا في مايو 1803 تسللت إلى باريس مجموعة مسلحة من المتآمرين المعادين للثورة الفرنسية بدون أن يعلم رجال المباحث الفرنسية بذلك. وفي أغسطس 1803 غادر الجنرال جورج كادودال ومتآمرون آخرون لندن وسافروا إلى باريس لتنفيذ خطتهم. وعلى الرغم من أن بيشيجرو اعتقد أنه سوف يحصل على الدعم الكامل من الجنرال جان مورو المنافس العسكري لنابليون، أصبح من الواضح عندما التقى الاثنان سراً في يناير 1804 أن الجنرال جان مورو الجمهورية لن يدعم البوربون على العرش. لم يحبط ذلك الجنرالين كادودال وبيشيجرو واستمر في تنفيذ خطتهما، ولكن كشف المؤامرة بالصدفة وفي اللحظة الأخيرة جواسيس نابليون وحراسه الشخصيون، وذلك عندما قبضت الشرطة الفرنسية على عميل سري بريطاني شارك في مؤامرة كادودال وبيشيجرو، وكشف عن بعض تفاصيل المؤامرة بما في ذلك تورط الجنرالين كادودال وبيشيجرو. وغضب نابليون جدا عندما علم بحجم المؤامرة وخطورتها، وأقسم نابليون على الانتقام، ولذا أمر نابليون باعتقالهم، وتم القبض على الجنرال جان مورو في 15 من فبراير 1804، والجنرال جان تشارلز بيشيجرو في 28 من فبراير 1804، والجنرال جورج كادودال في 9 من مارس 1804. كذلك أمر نابليون باختطاف دوق لويس أنطوان دي بوربون المقيم في ألمانيا واعتقاله، لأن نابليون اعتقد أن دوق لويس أنطوان دي بوربون هو المدبر لتلك المؤامرة، واعتقله رجال نابليون في 20 من مارس 1804، وتمت محاكمته وإعدامه خلال عدة ساعات فقط في صباح اليوم التالي الموافق 21 من مارس 1804. حاول فوشيه تحذير نابليون من خطورة اعتقال دوق لويس أنطوان دي بوربون وقتله بدون التثبت من أن الدوق هو الذي كان وراء المؤامرة، لأن الدوق ينتمي إلى سلالة البوربون الأوروبية الملكية، وحذره من عواقب هذا الفعل المتسرع وتداعياته السياسية، ولكن دون جدوى، وأثبتت الأيام أن كلام فوشيه كان صحيحاً وأن الدوق كان بريئاً. ووحد هذا العمل أوروبا كلها وأعداء فرنسا في حلف واحد ضد فرنسا، ونشبت حروب جديدة لم تنتهي إلا بنهاية نابليون بونابرت. في صباح 6 من أبريل 1804 تم العثور على الجنرال جان تشارلز بيشيجرو مخنوقاً بربطة عنق في زنزانته في السجن، ووفقاً لسجلات الشرطة الفرنسية كانت تلك الحادثة قضية انتحار. تمت محاكمة الجنرالين كادودال ومورو والمتآمرين الآخرين في نهاية مايو 1804. أعدم الجنرال جورج كادودال وأحد عشر من شركائه في 25 من يونيو 1804. أما الجنرال جان مورو الذي حظي بتعاطف شعبي كبير فحكم عليه بالسجن لمدة عامين، ثم غير نابليون الحكم إلى النفي خارج فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عاد الجنرال جان مورو لاحقاً إلى أوروبا للانضمام إلى القوات المتحالفة ضد نابليون، ولكنه أصيب بجروح قاتلة في معركة دريسدن عام 1813. المحاولة السابعة. في عام 1809 احتل نابليون وقواته فيينا، وفي 12 من أكتوبر 1809 حاول طالب جامعي ألماني يدعى فريدريك ستابس اغتيال نابليون أثناء عرض عسكري في قصر شومبرون. اقترب ستابس من نابليون بحجة تقديم التماس له، ولكن اشتبه الجنرال راب في الشاب الذي وضع يده اليمنى في جيب تحت معطفه، ولذا تم القبض على فريدريك ستابس ووجدوا أنه كان يحمل سكينا حادا كبيرا. وعندما سأله الجنرال راب هل خططت لاغتيال نابليون، فأجاب ستابس أجل. أراد نابليون التحدث إلى فريدريك ستابس مباشرة، لذلك أحضروه إلى مكتبه ويداه مقيدتان خلف ظهره، وتولى الجنرال راب الترجمة بينهما لأن نابليون لا يعرف اللغة الألمانية، وبالتالي تولى نابليون بونابرت التحقيق مع ستابس بنفسه، وسأل نابليون فريدريك ستابس عدة أسئلة: أين ولدت؟ في نورنبرغ في ألمانيا. من هو والدك؟ وزير بروتستانتي. كم عمرك؟ عمري 18 عاماً. ماذا كنت ستفعل بذلك السكين؟ كنت سأقتلك. هل أنت مجنون أم من جماعة المتنورين؟ لست مجنوناً ولا أعرف من هم المتنورون. إذن أنت مريض. لست مريضاً بل أنا بصحة جيدة. لماذا رغبت في اغتيالي؟ لأنك تسببت في مصائب وطني. هل
ألحقت بك أي أذى؟ لقد ألحقت الضرر بي وكذلك بكل الألمان. من أرسلك؟ من حرضك على هذه الجريمة؟ لا أحد، لقد عقدت العزم على أن أنهي حياتك بسبب اقتناعي بأنني يجب أن أقدم أعلى خدمة لوطني ولأوروبا. أقول لك، إما أنك مجنون أو مريض. لا هذا ولا ذاك. بعد أن فحص الطبيب ستابس وأعلن أنه يتمتع بصحة جيدة، عرض نابليون على الشاب فرصة الرأفة قائلاً: أنت متحمس جامح، سوف تدمر عائلتك، أنا على استعداد لمنحك فرصة أخرى لتعيش، إذا طلبت العفو عن الجريمة التي كنت تنوي ارتكابها والتي يجب أن تندم عليها. أجاب ستابس: لا أريد العفو، وأشعر بالأسف الشديد لأني لم أنجح في قتلك. يبدو أنك تفكر باستخفاف بشأن جريمتك، إن قتلك لم يكن جريمة بل واجب. ألن تكون ممتناً إذا عفوت عنك؟ كنت سأصير ممتناً لو كنت نجحت في قتلك. أعدم ستابس على يد فرقة إعدام في 17 من أكتوبر 1809. كانت كلماته الأخيرة: الحرية إلى الأبد، ألمانيا إلى الأبد، الموت للطاغية. توفي نابليون بونابرت بعد صراع مع مرض سرطان المعدة في منفاه في منزل لونغوود بجزيرة سانت هيلانا بإنجلترا في 5 من مايو 1821. على الأرجح أن محاولات اغتيال نابليون ترجع إلى 3 أسباب رئيسية. السبب الأول: رغبة المناهضين للثورة الفرنسية في الإطاحة بالنظام الجمهوري وإعادة النظام الملكي لسلالة بوربون الأوروبية الملكية مرة أخرى في فرنسا. السبب الثاني: رغبة المعارضين للنظام الديكتاتوري في القضاء على الديكتاتورية التي مارسها نابليون خلال فترة حكمه لفرنسا. السبب الثالث: رغبة الأوروبيين المقاومين للاحتلال الفرنسي لبلادهم في طرد المحتل الفرنسي ووقف توسعات نابليون العسكرية على حساب أراضي بلادهم. أريد أن ينثر رمادي على ضفاف نهر السين بين الشعب الفرنسي الذي أحببته كثيراً جداً. نابليون بونابرت. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.